ربنا سبحانه وتعالى أن في آخر الزمان ستخرج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة تكون بعد طلوع الشمس من مغربها كما قال الحافظ ابن حجر، لأن بعد ذلك لا يقبل من نفس إيمانها. وكما جاء في بعض الأخبار أن هذه الدابة تختم على الكافر وعلى المؤمن، فيصبح التبايع بينهم، هات يا مؤمن وهذاك يقول يعني بيع يا كافر واشتري يا مؤمن وبيع يا كافر. وجاءت في الحديث الذي ذكره مسلم عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تذكرون؟ قال: نذكر الدابة، نذكر الساعة. قال: إنكم لن تروا حتى تروا 10 آيات، فذكر من ضمنها الدابة. وهذه الدابة يعني جاء في شكلها أخبار، وفي من موضع خروجها أخبار أنها تخرج من مكة، وقيل من الصبا، وقيل من البادية. ويعني ليس هناك شيء يعني مقطوع به، فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيخرج دابة وهذه الدابة تكون من أشراط الساعة الكبرى، كما النبي صلى الله عليه وسلم نظمها في سلك الساعات الكبرى أو الآيات الكبرى. ويعني باقي الأمور هذه لا يضر، من أين ستخرج وما صفة هذه الدابة وإلى ما يتبع ذلك. أن المهم أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في السنة، وأنها ستخرج، وأنها يعني من أشراط الساعة